بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله الدرس الثاني في شرح مكتبة ليس سي اس اس. سنتطرق في هذا الدرس للحديث عن جزئين. الجزء الأول هو كيفية استدعاء المكتبة لاستخدامها في مشروعنا، والجزء الآخر وهو شرح المتغيرات في مكتبة ليس. بداية لاستخدام المكتبة واستدعائها داخل موقع، نقوم بفتح الموقع الخاص بالمكتبة وهو liscss.org بهذا الشكل. سنلاحظ أن لدينا داونلود liscss.js، عفوا، حفظ الملف باسم بهذا الشكل في المكان الذي نريده، ومن ثم نقوم بوضع الملف داخل المشروع الخاص بنا. لنفترض أن ليس سي اس اس هو المشروع الخاص بنا، بهذا الشكل نقوم باستدعاء الملف. هذا أول جزء، وضعنا الملف داخل الموقع الخاص بنا بجوار أو بأي مكان تريده في الموقع. الجزء الثاني، نقوم بعمل ملف يسمى بأي اسم تريده، مثلا ستايل، ولكن يجب أن يكون الامتداد بهذا الشكل، عبارة عن دوت ليس بهذا الشكل، والملف جديد بدون أي مشاكل. الآن طريقة بدء استدعاء المكتبة. بداية نقوم باستدعاء ملف الستايل بهذا الشكل، الستايل دوت ليس، ولكن يجب هنا أن نقوم بوضع هذه اللاحقة وهي سلاش ليس، لكي يتم تعريف أن هذا الملف عبارة عن ملف خاص بمكتبة ليس. يمكنك هنا أيضا وضع التايب الخاص به CSS بهذا الشكل. هذا نصف جزء لاستدعاء مكتبة ليس. الجزء الآخر وهو استدعاء ملف الجافا بهذا الشكل، واستخدام العنصر سكريبت مع الخاصية SRC وهي السورس الخاص بالملف بهذا الشكل. الآن بهذا الشكل لقد حصلنا على استدعاء تام لمكتبة الليس أمامنا بهذا الشكل. انتهينا الآن من الجزء الأول من الشرح، وهو كيفية استدعاء المكتبة داخل الموقع أو المشروع الخاص بنا. الآن سنتطرق لشرح الجزء الثاني وهو خاص بالمتغيرات. خلينا نعمل بعض العناصر بهذا الشكل السريع. كما نلاحظ عنصر ID tried net، مثلا نعتبره هيدر، بداخله لوجو عبارة عن H1، بداخل H1 سبان عبارة عن أيقونة فقط. الآن سأقوم بوضع خصائص لهذه العناصر بالطريقة الافتراضية الاعتيادية، يعني CSS عادي بدون أي مكتبة أو أي شيء.
سنلاحظ النتيجة الآن بهذا الشكل. لاحظ لدينا الأب الكبير هنا الاسبان، بس لازم تحتاج ديسبلي بلوك لأنها من العناصر الانلاين تاجز. لاحظ بهذا الشكل العنصر الكبير وهو اي دي ترايد نت حصل على الخصائص ارتفاع كما اعطينا بجميع الخصائص، والعنصر الاتش 1 والعنصر الاسبان الذي موجود داخل الاتش 1. هذه الطريقة الافتراضية بدون اي مشكلة يعني العادية والتي نعرفها جميعا. الان نريد كتابتها من خلال المكتبة. كيف سنقوم بتعريف المتغيرات من خلال المكتبة؟ لو حكينا المتغير الاول عبارة عن color، color بهذا الشكل، القيمة هي اللون الاسود المستخدم هنا بهذا الشكل. يمكننا مباشرة الاستغناء عن القيمة الداخلية هنا من خلال المتغير. لاحظ قمنا بوضع متغير، ما هي قيمة المتغير؟ هو اللون الأسود. لاحظ الآن النتيجة ستبقى كما هي في المتصفح مباشرة، تم تعريفه على أنه لون أسود عبارة عن 1-1 عفوا بهذا الشكل. الآن العنصر H1 حصل على 6-6، نريد وضعه من خلال المتغير بهذا الشكل عبارة عن color ضرب 6. سيقوم بضرب الرقم 6 بجميع الأرقام 1-6 1-6 1-6 حتى نحصل على القيمة اللي هي 6. لاحظ أنه أصبح اللون كما هو أيضا لأنه نفس النتيجة سيعطينا. العنصر صفر، وأيضا بنفس الكلام نقوم بوضع المتغير ضرب صفر لتصبح جميع العناصر صفر صفر صفر، ونحصل على لون الأسود الغامق بهذا الشكل للون العنصر. هذه هي المتغيرات يتم تعريفها بهذا الشكل. طبعا استخدمت أنا عمليات حسابية لأنه استخدم متغيرات. الآن بدنا نستخدم متغير آخر وهو الراديوس. بهذا الشكل، هذا متغير يختلف عن متغير العلوي. المتغير العلوي عبارة عن قيمة، قيمة واحدة يمكننا ضربها أو طرحها أو استخدام العمليات الحسابية المعينة. الآن الراديوس لدينا سنعطيها قيمة بهذا الشكل val 5 بكسل كما نلاحظ بهذا الشكل. الفال عبارة عن متغير، والراديوس أيضا عبارة عن متغير ولكن دوت، استخدمنا دوت تختلف عن الات ولكن نفس النتيجة لأنه هذا بدنا نستخدمها بالداخل. الآن سأقوم بكتابة الكود بالكامل. كما نلاحظ وضعت الكود بالكامل. الآن القيمة الخاصة بجميع الأكواد وهي أنه يقوم بوضع حدود خارجية دائرية بقيمة 5 بكسل. من أين حصل على الخمسة بكسل؟ من المتغير اللي اسمه val حصل 5 بكسل، سيقوم بتعويضها في جميع العناصر. الآن نريد أن نضع الحدود الدائرية مثلا للوجو بقيمة 5 بكسل. مباشرة يتم وضع دوت radius بهذا الشكل وتتركه فارغ، أو يمكنك كتابته أيضا بهذا الشكل، لا يوجد أي مشكلة نهائيا. يعني المتغير هذا عبارة عن كأنه عنصر عادي، يعني بإمكانك كتابة متغير دوت أي شيء. يعني لو أنا وضعت هنا بنفعش بس في الدوت، يعني لو وضعت بهذا الشكل
يعني لا لاحظ هذا كأنه في عنصر HTML هنا، كأنه في عنصر يعني ها كأنه عنصر اسمه بادينج هيك، كأنه يعني في عنصر اسمه بادينج الكلاس الخاص ببادينج، وقمنا بوضع الخصائص الخاصة به، ولكن الخصائص الخاصة بالعنصر بادينج احتجناها لعنصر آخر يمكنك وضعها بدون أي مشاكل من خلال هذه المكتبة، يمكنك وضعها مباشرة بدون أي مشاكل. خلينا نرجع للمثال تاع الحواف الدائرية بهذا الشكل. سنلاحظ أنه الشعار سيحصل على حواف دائرية، لاحظ هنا سيحصل على حواف دائرية بقيمة 5 بكسل. الآن العنصر الآخر اللي هو الأيقونة سنضع له حواف دائرية بقيمة تختلف، ولكن يعني بديش اكتب الكود هو بديش اكتب الكود هذا بالكامل، خلاص نيجي دوت radius بهذا الشكل، والمتغير اللي اسمه val نقوم بتغييره مباشرة من هنا، يعني بدي اضع 100% عشان خليه عبارة عن حواف دائري، يعني يصير دائرة كاملة. لاحظ الان النتيجة، ستلاحظ ان اصبحت دائرة كاملة. لاحظ على المتصفح ايش كتب، موزيلا بوردر ريديز 100%، ويب كيت 100%، مايكروسوفت اوبرا والمتصفحات الاخرى 100%، يعني جاب المتغير ووضعه بالكامل داخل العنصر في هذا، يعني النتيجة بدل ما انا بديش اتعب وضلني اكتب باكواد اكتب اكواد، خلاص بهذا الشكل تحصل على ما تريد. يعني لو نلاحظ انه كم من سطر حصلنا، 29 سطر، لو كتبناه في الطريقة العادية لاحظ لاحظ 37 سطر، تقريبا 10 اسطر زيادة، 10 اسطر زيادة، يعني هذا لسه في كود بسيط جدا 10 اسطر، فما بالك جريدينت وشادو وترانزيشن و يعني راح يكون الملف كبير جدا جدا. هذا المتغيرات، خلينا نعمل تراجع عشان ترجع، هذه المتغيرات هنا بهذا الشكل من خلال مكتبة الليس CSS. إن شاء الله الشرح المقبل في عناصر أخرى متتالية. إلى هذا الحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.